Yeah. Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بكل ما هو جميل مشاهدينا ومستمعينا صباحنا اليوم مميز اعتلانا نور من شقة الصبح وابتدى المنطوق ينثر طيابه فصباح الخير يحيينا صباحنا اليوم بنوره وإحنا نحييه بعودتنا الحميدة للعمل والعودة الأكبر هي العودة لمقاعد الدراسة واللي نستبشر بها عودة خير إن شاء الله لأبنائنا وبناتنا اللي تسابق امالهم وطموحاتهم على طول مشوار السنه الدراسيه ربي يوفقهم ويعينهم ولا يعين عليهم ويلهمنا والقيمين القوه لدعمهم لين يتسلمون يتسلمهم مستقبلهم ان شاء الله حسيت أني خرجت عيالي خلاص <applause> <applause> صباح الله بالخلص. ان شاء الله صباح <applause> <شاء> الله بنور <applause> وصحيح يعني هذا حال عيالنا اليوم فعلا هذا الصباح مميز لابنائنا الطلبه وايضا مميز ومشرق لجميع التربويين والمعلمين والمعلمات الله يوفقهم في صباح شوان. اول يوم دراسي ويجعل هالاسبوع اسبوع مميز وسعيد لنا كلنا وصباح جديد يجمعنا وياكم في برنامج الصباح صباح في فقراتنا الخارجيه اليوم بتكون معنا النديبه او الزميله نيلة الملة بتشارك طالبات مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات أول يوم دراسي هناك وهذا بالإضافة لعلوم جرائدنا وحوارنا مع ضيفاتنا اليوم في الاستديو صباح رباح وحديثنا اليوم تكون مواضيعنا ان شاء الله تعليمية وتوعوية. والحين دورنا احنا هني نجمل مشاهدينا ومستمعينا الكرام، طبعا مستمعينا بيسمعون النغمات الجميلة ومشاهدينا ايضا بيستمتعون باحلى الصور والمناظر من صوبنا. <applause> من عقب هالبداية الجميلة رحب بضيفاتنا في الاستديو الأستاذة مريم الحمادي المديرة التنفيذي الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الرعاية الصحية الأولية والدكتوره خلود الهيل استشاريات امراض جلديه يا هلا مرحبا فيكم هلا مرحبا, فيك. مرحبا. صباحكم الله بالخير صباح النور اذا احنا راح نستكمل ان شاء الله حديثنا مع شاء. معاكم ولكن في البدايه بنشهد ونتابع عن قرب الجهود اللي تبذلها مدرسه الخنساء الابتدائيه المستقله للبنات في اول يوم دراسي شلون كان استقبال الطالبات الجدد فيه وشن هي مشاعر بناتنا في اول يوم مدرسه لهم مع زميلتنا ليلى المله وصباحك الله بالخير يا ليلى صبحت الله بالخير حصه وصبح على خلود وضيفاتكم بالاستديو وعلى جميع مشاهدين الصباح رباح، أنا متواجدة اليوم معاكم في مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات، وبالفعل اليوم بدأ اليوم العام الدراسي الجديد، وبالفعل من جد وجد ومن زرعه حصد، أتمنى للكل التوفيق في بداية العام الدراسي الجديد وحضرنا اليوم مدرسة الخنساء كان بالفعل يوم رائع وحافل بالإنجازات، يعني من بداية العام الدراسي بدأوا إنجازاتهم واجتهدوا والطالبات كانوا يعني انا توقعت امانه ان طالبات الصف الاول يكونون يصحون شفتهم مستانسين ومستمتعين دخولهم للمدرسه وخلونا الحين نتعرف على فعاليه اليوم الدراسي الاول في المدرسه مع الاستاذه فاطمه الصديقي منسقه شؤون الطالبات صبحت الله بالخير وفي البدايه نهنيكم بالعام الدراسي الجديد ولو تكلميني عن بدايه العام الدراسي كل عام وانتم بخير بدايه احنا حبينا يعني نعطي شعور مختلف للطالبات مع بدايه العام الدراسي طبعا ان نعطيهم البهجه والسرور ونعطيهم دافعيه على اساس الاستمرار طول السنه ان شاء الله بنشاط بالفعل انا شفت يعني تفاعل الطالبات من اول ما دخلوا المدرسه انا انا يعني اول ما دخلت المدرسه شفت حسيت ان بداية عام دراسي جديد مع الطالبات حسيت نفسي احد الطالبات لو تقولين لي شلون شفتي انت كمنسقه شؤون الطالبات تفاعل الطالبات من حضورهم من الصبح للمدرسه كان حلو إنه هو نسبه حضورهم كانت كبيره اغلب الطالبات من الصف الاول للسادس كانوا متواجدين الحمد لله اللي طبعا ظروف عالية او بالسفر او اشياء بسيطه واثناء الحفل حسيت الكل مستمتع زي ما قلتي وما في خوف ما في صياح الحمد لله وان شاء الله كل شيء يكون بخير باذن الله ان شاء الله باذن الله لو تقولين لنا عن فعالياتكم اللي راح ان شاء الله تكون في الايام القادمه طبعا فعالياتنا لل... هذه اول فعاليه احنا ابتدينا فيها اللي هي استقبال الطالبات المستجدات بالمدرسه راح نكون ان شاء الله عندنا حفل العيد الانشطه الخارجيه والداخليه والانشطه اللي جايتنا من المجلس الاعلى راح نكون في تزامن معاها على طول يعني نكون معاها على اساس نبي نلغي فكره ان المدرسه دراسه فقط وعلى اساس نحط الجو البنات انه يستشعرون ان المدرسه حلوه. ف... بالفعل يعني من بدايه اليوم الدراسه انا اشوف المدرسه حلوه وما شاء الله انتم جهد جهدكم. نصيحه تقدمينا حق اولياء الامور وحق الطلاب اللي يشوفونا عبر الشاشه لبدايه العام الدراسي. يعني بداية العام ان شاء الله انه يستقبلون التحفيز على الدراسة، التحفيز على الواجبات، ادائها، اهتمام بالطالبات اكثر انه يلا يا بنات لازم نروح المدرسة لازم نجتهد، لازم نجد، يعني انت بروحك قلتي من جد وجد، فلازم من البداية ان شاء الله انه يكون الحرص على واجباتهم، على مذاكرتهم، لأنه هو الهدف الاساسي من المدرسة المذاكرة طبعا. يعطيك العافية استاذة فاطمة ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق لكم وللطالبات والطلاب. ان شاء الله، الله يسلمك ما تقصرون. الله يسلمك بعد مشاهدينا عندي بعد واحدة من الطالبات ممكن تعرفينا باسمك أنا اسمي مي محمد مي بس ممكن تعطيني تعطينا, تعطينا ويهج عشان يشوفونك المشاهدين مي أي صف خامس مي شلون شفتي أول يوم دراسة أه، 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 شفتهم مستانسين وفرحين والحمد لله يعني كانوا راعين في في اليوم الدراسي الاول. يلا لك كل التوفيق معي وعندي بنوتة صغنونة حابة إن نتعرف عليها مشاهدينا، أول ما شفتها ما شاء الله عليها الله يحفظها. تعالي حبيبتي تعالي. شو اسمك؟ سارة. سارة؟ سارة أي صف؟ أنت أي صف؟ أقول صف أول سي. صف كم؟ أول سي. تحبين المدرسة؟ إي. ما بتصحي؟ لا حبيبتي ناس يعني ما شفناها زميلاتي ومشاهدينا بنوته تواز غنونه الصف الاول ابتدائي جايه المدرسه ومن اول يوم دراسي ما شاء الله عليها كانت مستمتعه وكانت يعني بكل نشاط وحيويه وتشوفون بعد خلفي الطالبات بكل نشاط وحيويه يبتدون يومهم الدراسي بجد واجتهاد هذا كان كل ما عندي من مدرسه الخنساء الابتدائيه المستقله للبنات ارجع لكم خواتي بالاستديو شكرا نيلة وهذه فرحة بناتنا الصغار مثل ما شفناها يعني وايد حلوة ومشجعة وحتى الأم يعني خلاص مرتاحة أن بنتها يعني ما صادها هاي البنك اللي نعم. هو الخوف الأول يعني من أول يوم ضيفاتنا وصلتوا عيالكم المدارس اليوم؟ أي أكيد ولدي الصغير صف أول فرحت وصلت المدرسة طبعا جو كلش يختلف عن الحضانة وقبل البري سكول فدايما يمسك مسكني أيه هذه البدايه اي مش أيه <applause> عارفه ايش ف يعني جو حلو مرح من مثل ما شفنا في الـ في المدرسه أيه أيه في البرنامج آه من شوي في في, أيه في مرح في ابتسام بين الاطفال تعارف في جو ودي بين المدرسين واستقبالهم للطلاب فما في خوف مثل لما كنا احنا يمكن صغار انه في رهبه وخوف والمدرسه شوي تكون في شده اللي في يعني اول يوم هذا يمكن تخف شوي استاذه مريم اتفق مع خلود يعني احنا مهم ان نكون مع عيالنا في الوقت اتمنى بعد ذلك خلود ولا كلنا يكون عندنا فرصه ان احنا ان شاء الله نكون مع عيالنا في المستقبل وفي اول يوم يكون وايد مهم لانها بالنسبه للطفل ذكرى يعني فسواء لين يكبرون اليوم احنا يعني صراحه انا وابوهم تقاسمنا حد راح مع حد وحد مع الثاني مجرد حتى تكون معاهم في السياره يعني نتكلم عن بعض الاشياء اللي تهمهم وان توقعاتنا بعد منهم لأنه هم يحتاجون حد يرسم لهم رؤيه بعد في هاليوم نعم آه، انا بكم مثلا الافضل ان انتم تسعون مهاراتكم تعاون مع معلماتكم مع معلمينكم خليهم يحبون المدرسه يعني يمكن نعم. السنه نلاحظ ان في اجواء ايجابيه نحاول الكل يشرع عن التعليم لأنه بالفعل في ناس محرومه من التعليم ناس يعني تعاني عشان توصل الحمد لله احنا في اجواء تحتاج ان نعززها يعني مع عيالنا ايضا وان شاء الله ما زلنا معاكم في اجواء المدارس وعيالنا ان شاء الله قاموا يروحون مستانسين والى من مدرسه الخنساء الى مدرسه قطر الابتدائيه للبنات وبمناسبه بدء العام الدراسي اكملت الاداره العامه للمرور استعداداتها بوضع خطه للحد من الزحام خلال اوقات الذروه خاصه في الفتره الصباحيه والتي تتزامن مع خروج الموظفين والطلاب نديبنا أحمد الشمري كان له هذا اللقاء مع سعادة العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور هذا الصباح للحديث عن هذا الموضوع تحديدا خلونا نتابع صباحكم الله بالخير جميع احنا الان متواجدين في مدرسه قطر الابتدائيه المستقله للبنات مثل ما انتم عارفين اليوم بدايه موسم دراسه جديد نسال الله السلامه للجميع وايضا التوفيق لجميع طلابنا ومدرسينا ايضا اداره المرور مثل بسعاده السيد محمد بن سعد الخرجي مدير اداره المرور متواجدين الان في المدرسه لدعم الطلاب وايضا تشجيعهم لبدايه العام الدراسي الجديد بسلامه وايضا صحه وعافيه معنا سعاده السيد مدير امن المرور يا مرحبا بك ابو مرحبا وصباح الخير وكل سنه وانتم وأتمنى ان شاء الله السلامه لابنائنا الطلبه مع بدايه العام الدراسي الجديد من طيب ابو سعد بالبدايه تكلمنا عن هذه المبادرات اللي فيها هاي المبادره جبناها تعليمات معالي وزير الداخليه اللي هو التواصل مع ابنائنا الطلبه مع بدايه العام الدراسي الجديد ونتمنى ان شاء الله ان ان يستفيدون من بعض التعليمات او الارشادات الموجوده من خلال البروشور اللي يتم توزيعه على ابناء الطلب ويستفيد ان شاء الله منهم ولي الامر فهذا نوع من التواصل بين الاداره العامه للمرور والى ابناء الطلبه وايضا مع مستخدمي الطريق. نعم ابو سعد تقريبا من قبل فتره بسيطه اللهم لك الحمد اداره المرور انتشرت في جميع تقريبا مناطق الدوله، لو تكلمنا عن ايضا عن المدارس الاخرى اللي بديت تغطونها تقريبا انتم مغطين اكبر عدد من المدارس. هذا التوزيع بيكون على جميع النطاق الجغرافي لدولة قطر بيكون إن شاء الله في الشمال وفي الجنوب وفي دخان أيضا هناك نفس التوقيت اللي يكون فيه التوزيع في وسط العاصمة هي رسالة وأيضا ترحيب وتذكير بالعام الدراسي الجديد ونتمنى إن شاء الله أنه تعم الفائده لكن هذا الحمد لله جرت وزاره الداخليه متمثله في اداره المرور التواصل مع الجمهور سواء كانوا مستخدمي الطريقه او حتى من ابنائنا الطلبه فتواصلنا هذا مستمر على مدار العام ونتمنى ان شاء الله أن ما تكون هناك حوادث تذكر، شيء الجيد يعني ولله الحمد يمكن مثل مع بدايه عام الدراسه الجديد هناك الازدحامات الحمد لله لسه يعني ما اخذت ما في هناك ذيك الذروه ولكن ان شاء الله نتمنى مع مثل ما شفت ايضا الانتشار الشرطي الموجود فيه على اساس تسهيل الحركه ونتمنى ان شاء الله على مدار السنه مثل هذه ان شاء الله. اسال الله ان يوفقكم ابو سعد مثل ما نشوف الطلاب الله لك الحمد متحمسين مثل ما ذكرت اليوم يمكن الكل شاهد الفرق انه بدايه العام الدراسي استعداداتكم الله لك الحمد منتشره في جميع الشوارع الهدف من وراء هذه المبادره ايش؟ احنا والله شو اول شيء نشكر مدرسه قطر النموذجيه المستقله لدعوتها للاداره العامه للمرور للحضور هذا الاحتفال الوسط واحنا صراحه نتواصل مع جميع المدارس فاستجبنا لهذه الصراحه الرغبه عندهم اثنين الحمد لله يعني احنا تواجدنا الشرطي على اساس تسهيل حركه السير وايضا تطبيق النظام وايضا الحد من المخالفات والتجاوزات الخاطئه اللي تصير في خلال مع بدايه العام الدراسي او خلينا نقول مع الازدحامات، لكن الحمد لله حاليا اليوم اثناء جولتي الصباحيه ما شفنا ذيك الازدحامات اللي تذكر لان التواجد الشرطي من الصباح البدري بيكون يفرق المسارات اول باول، فهناك ما تكون في تكدس للمركبات يعني فهذا التواجد الحمد لله سهل ايضا وصول الطلبه في ابناء الطلبه في الوقت المناسب، نعم. ابو سعد تواجدكم للامانه يشكر في جميع الفعاليات وخاصه مثل لو نسترجع الذاكره فعاليه القرنقعوه تم عمل كيس القرنقعوه وفي خط فسفوري على اساس انه ينتبهون ساغ، الان لاحظت ان الجوائز او خلينا نقول الهدايا المقدمه للطلاب فيها ايضا الشريط الاصفر وفيها عده امور لو تكلمنا عنها. نعم هذه اهم شيء اللي هو الشريط الاصفر هو نوع عاكس يعني هذا ممكن يكون استخدامه اكثر في الليل يعني على اساس انه اثناء العبور ونشجع استخدامه خصوصا العابري سواء كان على الدراجات الهوائيه او على رجليه خصوصا لفئه معينه من البشر او خلينا نقول فئه العمال على اساس ان تواجدهم اثناء في بعض الاحيان في المناطق المظلمه وايضا لساق الدراجات الهوائيه عشان يكون بين الكتيبات فيها نصائح يعني احنا تعمدنا انه يكون في دفتر او في كراسه على اساس استخدامه على يعني خلينا نقول النصف الاول من العام الدراسي وهناك بعض الارشادات او التوضيحات لابناء سواء ارشادات عامه او حتى حق قائد المركبه ابو سعد بالنهايه نبي منك كلمه تقدمها للطلاب ايضا سائقين المركبه احنا اول شيء خلينا نبدا بسائق المركبات هو الخروج المبكر يوميا يعني عدم تقول مثلا اقي باقي لي بربع ساعه ونص ساعه وبطلع عن احنا نتمنى انه يطلع بوقت كافي ويتوقع الازدحام موجود على اساس انه ما تكون هناك بعض المخالفات او التجاوزات عشان انه يوصل او يوصل ابنائه في الوقت المحدد فكل ما خرج بدري كان ما وصل وهو مرتاح وايضا ما تصير هناك بعض المخالفات ابناء الطلبه نتمنى منهم الجلوس في الاماكن المخصصه اللي هو الكراسي الخلفيه لاقل من عشر سنوات، الالتزام بربط الحزام ونتمنى حتى اللي جالس في الكرسي الخلفي، صحيح هناك القانون ما يجبر او يلزمه بربط الحزام، لكن احنا نتمنى على ابناء الطلبه اللي جالسين في الكراسي حفاظا على حياتهم نتمنى أن يربط الحزام ويدخل، الباصات استقراره وجالس في الباص يعني عدم التحرك او التجوال، ما تتوقع يعني ممكن اخطاء الاخرين، نعم، ما التوقع في المفاجأة او الانعطاف تعرف ما تكون هناك سيطره خصوصا الجلوس وايضا الركوب بدون الباص بي... خلينا نقول بالدور والالتزام بالدور ترى هاي نوع من انواع المنظر الحضاري ايضا كل ما التزمنا بادوارنا وعرفنا حقوقنا هذه تكبر عندنا الطلبه ويصير الواحد ملتزم فيها ونتمنى ان شاء الله انه يكون هناك التزام. الله يعطيك العافيه سعد السيد محمد بن سعد الخارجي مدير اداره المرور الأمانة ما تقوم به شيء جدا جميل زرع الثقافه الجميله هذه في الجيل الجديد نسال الله ان تجدون ثمارها في المستقبل شكرا لك. يعطيكم العافيه شكرا, شكرا لك. آه، هذا كان كل شيء بالنسبه لنا نتمنى التوفيق ان شاء الله لجميع الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات ايضا في بدايه هذا العام الدراسي الجديد نسال الله ان نرى ثماره في المستقبل نشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا احمد ولسعاده العميد على هذه المعلومات اللي حصلناها والله يوفق البنات ان شاء الله ومشاهدينا من علوم عيالنا في مدارسهم لعلوم الجو واللي شهد هاليومين اللي فاتوا تساقط للحياه في بعض المناطق الشماليه من دولتنا الحبيبه قطر فخلونا نستعلم عن الجو خلال الايام الجايه ان شاء الله مع السيد عبد الله الحداد كبير المتنبئين الجويين في اداره الارصاد الجويه حياك الله وصبحك الله بالخير. يا هلا مرحبا حياكم الله وصبحكم الله بالنور وعوده سعيده ان شاء الله لطلابنا للمدارس ان شاء الله يعني هذه الايام المدارس لهم وانا اعتقد الاجواء ان شاء الله تكون اجواء جيده وجميله ومثل ما لاحظنا طبعا انخفاض في درجات الحراره انخفاض نسمي من بعد ظهور نجم سهيل اسبوع قدام حسينا بالحراره أنها انخفضت واعتقد ان الحراره راح تستمر في يعني يقول على نفس النمط يعني راح تكون ما بين نهايه الثلاثين بدايه الأربعين وخلال هالفتره يعني هذه فتره نقول فتره هبوط في درجات الحراره هبوط تدريجي اما بالنسبه للامطار رح ان شاء الله نهنيكم بعد كذلك بالنسبه لصوت الامطار يوم الجمعه <applause> الامطار يوم الجمعه طبعا كانت نتيجه الحمل الحراري كانت الارض يعني نقول يعني حاره نسبيا في بعض المناطق والرطوبه كانت عاليه جدا مع الحمل الحراري ارتفعت الرياح للاعلى وكان هناك في جبهات بارده على منطقه على دوله قطر نعم. صعد على تكثف هذه الرياح والبخار الماء وسقوط الامطار على تلك المناطق نعم ان شاء الله بيكون في توقعات يعني حق هطول الامطار في الايام الجايه آه والله ممكن الحاله هذه نفس الشيء تتكرر نفس الشيء يعني اعتقد انه مع نهايه الاسبوع هناك فرصه ثانيه جيده مشابهه للحاله اللي ما مضت يوم الجمعه الماضي انا اعتقد راح تكون يمكن يوم الخميس او الجمعه الجاي في حاله مشابهه ان شاء الله ان شاء الله استاذ عبد الله ايضا شو تقول لنا عن حركه الرياح والغبار وخصوصا ان لاحظنا ان في نسبه غبار ايضا في الجو هو هذا مو غبار ولكن هو من يعني رياح شرقيه الشرقيه هذه تكون محمله بكميه من بخار الماء ومخلوطه باجزاء قليله من الغبار فنلاحظها ان هي تكون كانها مغبره ولكن هي مش مش الغبار اللي اعتدنا عليه واللي كان يوم تقريبا يوم الاربعاء او الخميس الماضي الفتره القادمه ما راح يكون هناك في فرصه غبار يعني فرصه الغبار راح تكون ضعيفه بس ان هي راح تكون رطوبه نسبيه مرتفعه الفتره هذه راح نكون احنا متاثرين بالرياح الشرقيه البحريه الرطبه انا احب ان اذكر ان هذه الفتره ممكن يتكون الضباب خاصه الصباح الباكر اللي ماسك الخط اللي رايح المناطق اللي يعني الخطوط السريعه اللي م. رايح لمسافر للسعوديه أه مثلا او الامارات المناطق الحدوديه هذه الفجر تقريبا ما بين الساعه الثالثه للساعه السادسه صباحا يحدث نتيجه الرياح الشرقيه ونتيجه الضباب الرطوبه الزايده ممكن يتكون بعض الضباب على تلك المناطق خاصه اثناء الفجر وانا اتمنى منهم يعني انهم يحترسون من هذه المساله ونتمنى الجميع السلامه ان شاء الله والله يسلمك ويعطيك العافية وان شاء الله نتمنى لك بداية يوم سعيد. بإذن الله كان معنا السيد عبد الله الحداد كبير المتنبئين الجويين في إدارة الإدارة الأرصاد الجوية. وان شاء الله كل ويكند يكون معاه مطر. ومشاهدينا نطلع معكم فاصل قصير ونستكمل حوارنا مع ضيفاتنا انتظرونا. رجعنا لكم مشاهدينا وعقب الفاصل وانضمت لنا الاستاذه منال المسلم مديره التثقيف الصحي في المركز الوطني للسكري في مؤسسه حمد الطبيه وان شاء الله ضيفاتنا بيكون لنا معاهم حوار نفس ما قلنا تثقيفي وتوعوي توعوي إن شاء الله. ولكن الحين بنروح عند الزميل عبد الرحمن المري اللي بيغطي لنا الاجتماع التحضيري الثاني للجنه وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعيه بدول مجلس التعاون الخليجي وتفضلي عبد الرحمن شكرا يا خلود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام من فندق السانتريس حيث يحضر أو يحضر الاجتماع التحضيري الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعيه بدول مجلس التعاون الخليج العربي، عن اهم التوصيات والغرات اللي راح تنفذ في هذا الاجتماع التحضيري لرفع التوصيات الى اصحاب السعاده الوزارة نستضيف معنا من فندق السانت ريجيس سعاده الدكتور مطر علي المطيري وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في دوله الكويت الشقيقه، مرحبا بك سعاده الدكتور عبر شاشه قناه الريان الفضائيه، ومرحبا بك في دولتك الثانيه آه قطر، في البدايه خبرنا عن اهم جدول اعمال اللي راح نناقشه ان شاء الله في الاجتماع التحضيري لرفع توصياتها الى اصحاب السعاده الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية الأمر أنا أحب يعني أوجه الشكر الجزيل لشعب وحكومة قطر على حفاوة الاستقبال والضيافة يعني أحرجونا أخوان القطريين ولا غريب عليهم الأمانة بالنسبة لبنود الاجتماع هو عبارة عن 12 بند تقريبا كل مواضيع تمس مجتمع الخليجي مواضيع اجتماعية وقانونية وبنفس الوقت اقتصادية في بعض الأحيان راح ترفع بعد الدراسة والإقرار من مجلس سعادة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ترفع إلى معالي وسعادة وزراء في الاجتماع غدا بإذن الله تعالى بإذن الله لو في البداية تكلمنا سعادة الدكتور المشاركه الكويتيه في هذه في هذه في هذا الاجتماع التحضيري ودوركم ان شاء الله في تنفيذ اهم التوصيات والقرارات اللي ممكن انها تفيد المجتمع الخليجي بشكل عام. ان شاء الله. طبعا الوفد شكل برئاسه معالي وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل الاستاذه هند الصبيح ومن وكلاء العمل والشؤون الاجتماعيه التوصيات او الدراسات اللي قدمت في مؤتمر لعقد بالكويت في يوليو أو نوفمبر من العام الفائت كلها درست من قبل وزارات الشؤون في دول مجلس التعاون وقدمت عليها الإحصاءات والدراسات والاقتراحات كذلك وسوف تعرض إن شاء الله اليوم على مجلس الوكلاء وترفع بعد التوصية والإقرار إلى وزراء الشؤون غدا بإذن الله تعالى نعم سعد دكتور تحمل وصل رسالة لكل من الشؤون خاصة للمجتمع الخليجي يعني فيما فيه الحين من وقت على قولة وقت إن شاء الله ما يكون صعيب لكن وقت مهم مستثمر فيه خاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جميع وزارات العمل في دول مجلس التعاون ممكن توصلنا رسالة مهمة لاجتماعكم هذا واجتماع التحضيري وأيضا لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء طبعا الرساله اللي اوصلها لجميع اخواننا المواطنين والمواطنات في مجلس التعاون ان احنا يعني نبحث وندرس جميع المشاكل والظواهر السلبيه والايجابيه في جميع جميع المجتمعات الخليجيه بعد الدراسة هذه يتم اقرارها والتوصية والعمل عليها، للامانة احنا ودنا ان ننفع جميع المجتمعات الخليجية بس مو مجرد عقد مؤتمرات ولكن نبي للامانة فعل يقدم لهذا الشعب لهذه الفئات جميع الفئات، خصوصا الظواهر السلبية اللي احنا يعني نعاني منها من المجتمع الخليجي يعني اغلبها اللي هي عن ظاهرة الشباب وعنف الشباب او الاحداث الجانحين او حتى تعزيز الهويه المواطنه في دول مجلس التعاون كلها باذن الله تعالى درست وفحصت من الاول للاخير جميع الدول وقدم الاقتراحات وكذلك بعد يعني تقديمها من الاخوه في المكتب الفني في الخاص في المجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمان العامه وكلها ان شاء الله راح تنفع مجتمعنا الخليجي باذن الله تعالى. باذن الله كل الانظار اصلا للمجتمع الخليجي موجهه صوت متوفيق لكم ان شاء الله كل الشكر لسعاده الدكتور مطر علي مطيري الوكيل في وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في دوله الكويت الشقيقه ونرحب بك مرة ثانية في بلادك الثانية آه قطر نقول لك الله يوفقكم ان شاء الله في هذا الاجتماعات التحضيرية ونتفق ان شاء الله في توصيات مهمة لاصحاب السعادة الوزراء كل الشكر لك الدكتور آه سعادة الدكتور مطر المطيري الله يعطيك العافية ومشكور وما قصرت مشاهدينا الكرام كان معنا سعادة الدكتور مطر علي المطيري الوكيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت الشقيقة راح نستضيف معنا ضيف ثاني من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر وهو السيد غانم مبارك الكواري مدير إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر بكلمنا أكثر عن دور قطر في هذه الاجتماعات تحضير أبو مبارك مرحبا بك عبر شاشة قناة الريان صبح عليك بالخير في البدايه تكلمنا عن دور قطر تكلمنا مع سعد الدكتور مطر تكلمنا عن اهم البنود اللي راح تكون في الاجتماع التحضيري لكن دور قطر مهم لان هي البلد المستضيف لهذه الاجتماعات دور قطر في هذا استقبال مثل هذه الاجتماعات ودورها في تحفيز المجتمع القطري او حتى المجتمع الخليجي في تعزيز العمل والشؤون الاجتماعيه. طبعا بدايه أنا اشكر قناه الريان على الاستضافه واشكرهم على التغطيه. دور قطر من ناحيه تنظيميه هي قطر عندها رئاسه المجلس الوزاري وزراء العمل والشؤون الاجتماعيه، قطر تنظم هذا الاجتماع وهو الاجتماع الثاني للجنه وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعيه. طبعا مثل ما انتم عندكم البرنامج راح يبدا الاجتماع الوكلاء وزراء العمل والشؤون الاجتماعيه وزراء وكلاء وزراء العمل الشؤون الاجتماعيه بعد ساعه تقريبا الاجتماع راح يناقش 13 بند راح ترفع بكره الى المجلس الوزاري وزراء الشؤون الاجتماعيه لعل من اهم البنود هي متابعه تنفيذ وقرارات الاجتماعات السابقه طبعا هذا الاجتماع فيه كذا مقترح مقدم من الدول اللي هو مقترح مملكه البحرين بشان تطوير جهاز التنسيقي في مجال العمل الخيري ومقترح المملكه العربيه السعوديه بشان الهويه الوطنيه الخليجيه تعزيز الهويه الوطنيه الخليجيه طبعا هذا اهم بنود الاجتماع بالاضافة الى مراقبة القوانين الاسترشادية التي تمت خاصة في مجال الاعاقة ومجال الضمان الاجتماعي ومدى استفادة اعضاء دول مجلسها من هذه القوانين الاسترشادية ومدى تطويرها او تحديث هذه القوانين الاسترشاديه. نعم ابو يعني من خلال الاجتماع فيه معارض مصاحبه لهذا الاجتماع منها من الاسر المنتجه وتكلمنا اكثر عن هذه المعارض المصاحبه وايش هدفها في خاصه من اجتماع التحضيري للوكاله وزارات الشؤون الاجتماعيه. طبعا تجربة دولة قطر ولله الحمد رائدة في في مجال تنمية الأسر المنتجة، هذا الإخوان في إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حبوا يشاركون بجناح مبسط يعرف بدور الأسر المنتجة ومساهمتها ويعني كنوع من 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 الترحيب بالدول الأعضاء يعني الكل يعرف ان دوله قطر متقدمه في هذا المجال خاصه يعني حازت على على كذا جوائز في مجال الاسر المنتجه وطبعا رغبة الدول الأعضاء أيضا يحبون يطلعون على تجربة دولة قطر في هذا المجال نعم كل الشكر للسيد غانم مبارك الكواي مدير إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الله يعطيك العافية مبارك بيض الله وجهك وما قصرت الله يعطيك العافية وتوفيق لكم إن شاء الله في تحضير لها بالتنسيق للاجتماعات هذه وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الفقرة من فندق السانت ريجيس في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعيه في دول مجلس التعاون الخليجي، دول المجلس التعاون الخليج العربي، هذا معنا في فندق الساوند ريجيس للزميلات في استديو الصباح ربع. شكرا عبد الرحمن ونشكر ضيوفك الكرام، ايضا عندنا مزيد من الاخبار خلود للمشاهدين وايضا المستمعين، لكن بتكون مع جرايدنا واهم وابرز عناوينها لليوم. <applause> أول جريدة بتكون معاي جريدة الراية وهي يعني خبر الحدث نفسه المدارس تستقبل ثلاثمية ألف طالب وطالبة اليوم ونهاية الدوام اليوم بس إلى أحد عشر صباحا ومن بكرة بيبتدي احتساب الغياب إن شاء الله والمرور تكثف دورياتها بالتعاون مع الفزعة والأخوية لفك الاختناقات وسمعنا بعض النصائح يعني من سعادة العميد من شوي. و شوي بدري لو 10 دقائق يعني اي ما هو يعني اقترح هذا الاقتراح وايضا يعني ضيفتنا استاذه مريم بعد ذكرات يعني لو كل واحد يجدول نفسه نعم, نعم اكيد انه راح شوي يتنظم الوقت وتخف شوي الزحمه وبعد الطفل بيروح مرتاح اكثر بدل احنا كلنا نرتبك ونربكه بعد في دخولهم المدارس صح. 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 خبرنا الثاني ايضا محليات جريده الرايه الاوقاف تنظم ندوه للتعريف باحكام الحج اليوم وتشمل هذه الندوة تقديم التطعيمات والنصائح للحجاج والخبر اللي بعده في جريدة الراية مؤتمر عن ثقافة الطفل والهوية العربية 28 أكتوبر تنظم جائزة الدولة لأدب الطفل وينظم هذا أو يضم هذا المؤتمر ست محاور تساعد على الارتقاء بثقافة الطفل العربي جميل هذا الاهتمام بالطفل أهلاً. وآخر خبر من جريدة الراية إطلاق النسخة الثانية من برنامج الأديب الواعد يستمر طبعا باب التسجيل فيه حتى 14 سبتمبر وإلى جريدة الوطن وأكاديمية قطر للمربيات تخرج الدفعة الثانية ضمت 22 خريجة اجتزنا برنامجا تدريبيا مدتها 10 أشهر وأيضا مع جريدة الوطن تعاقدات جديدة للمقاصف المدرسية لتلافي شكاوي العام الماضي للمواصفات والأسعار وأستاذة منال مسلم أتوقع كان لك حوار في هذا الموضوع تبي تشاركينا فيه؟ عن عن المعايير الصحية طبعا لأن احنا يعني مهمتنا في التثقيف يهمنا الطالب المصاب بالسكري في المدارس أن تتوفر له الخيارات الصحية في المقاصف وان شاء الله بالتعاقدات الجديده المقاصف المدرسيه توفر هذه الخيارات يعني من البان مقلية الدسم من خضار فواكه الخيارات الصحيه اللي هو يستطيع الطالب المصاب بالسكر انه يتناولها وايضا الطلاب يعني تكون مفيده للطلاب الاخرين وان شاء الله ايضا بنتكلم اكثر عن هذه المواضيع استاذه منال وكمل معاكم جرايدنا وما زلنا في جريده الوطن مواصلات تخدم 55 خمسة، خمسة ألف طالب في العام الجديد 1900 باص تنقل طلاب 242 مدرسه. طبعا اخبارنا اليوم اغلبها تخص المدارس اكيد. والى اقتصادي جريده الوطن. البورصه عوده تدريجيه للاستقرار. وهذه اخباري في جريده الوطن. انا عندي الحين جريده العرب في خبرها الاول. وزير التعليم يشيد بمتطوعي حملة العوده للمدارس. اللي اختتمت فعالياتها بشعار بالعلم نبني قطر وهذا الخبر يعني مرفق بالصور الجميله للمتطوعين ولايضا المشاركين في هذه الحمله. عندنا ايضا الخبر الثاني برامج لاداره الشركات بجامعه دراسات العليا لتلبيه متطلبات العملاء. يستحق يعني هذا الخبر ان نمر بين سطوره. والخبر ما قبل الاخير في العرب الاقتصادي حمد الدولي سادس افضل مطار في العالم يكفي العنوان حمد صحيح. الدولي سادس افضل مطار في العالم عندنا الخبر الاخير من جريده العرب ايضا اقتصادي كيو ان بي قطر في مكانه سليمه بسوق الغاز العالميه وهناك استبعاد حصول زياده هائله للمعرض العالمي من المسال وايضا متروك لكم تكملت هذا الخبر مشاهدينا ومستمعينا الكرام. واخر جرايدنا جريدة الشرق وقطر تستضيف اجتماعات لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجي. وفي محليات جريدة الشرق مع اريدو. اريدو توسع خدمات الاعمال في مختلف مناطق تواجدها. وتمثل 16% عشر من ايرادات المجموعة. اكيد اريدو يوفرون مجموعة مبتكرة من حلول الاتصالات. الثابتة والجوالة لدعم الشركات وفي اقتصادي جريدة الشرق تسليم مشروعات عقارية جديدة ضمن مبادرات شاركنا قريبا وآخر أخبارنا في جريدة الشرق مع كلية الطيران تجدد اتفاقية التعاون مع جامعة ريدنك البريطانية بمجال الأرصاد الجوية تشمل تبادل الخبرات وزيادات وزيارات العلمية وحصول خريجي الكلية على شهادات البكالوريوس هذه كانت أخبارنا المختارة في جرائدنا الصادرة صباح اليوم نستكمل حوارنا مع ضيفاتنا الآن بالتفصيل ولكن بعد الفاصل حياكم الله مجددا مشاهدينا من بعد الفاصل وفي موضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم وهو طبعا عن بدء الدراسة وانطلاق العام الدراسي الجديد والتغلب على المشاكل اللي يواجهونها أبنائنا خاصة المتعلقة بنمط الغذاء الصحي طبعا رحبنا إحنا بالأستاذة منال مسلم مديرة التدقيق الصحي للمركز الوطني للسكري ومؤسسة حمد الطبية <applause> يا هلا ومرحبا فيك وأكيد مع انطلاق العام الدراسي اليوم تكثر المخاوف لدى الأهل من أمراض الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيب الأطفال أو الطلاب باختلاطهم بزملائهم، أكيد بنتكلم عن هالموضوع وكيفية الوقاية منه ما بعد مستضيف معنا الدكتورة خلود الهيل استشارية أمراض جلدية. ايضا نرحب بالاستاذه مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والعلاقات العامه في الرعايه الصحيه الاوليه واللي بتكلمنا اليوم عن جهود الرعايه الصحيه في استقبال العام الدراسي واهم الارشادات اللي يجب اتباعها طبعا نرحب فيكم جميع وخلود تسمحي لي بارك سؤال حبيبتي آه طبعا آه وانا السؤال صراحه اخذته من خبرك اللي يعني شاركتي فيه استاذه منال وبخصوص المقاصف بما ان هناك يعني في تركيز يعني على نوعيه الغذاء والطعام آه وخصوصا لمرضى السكري يعني هل يعني هذا الاهتمام لان آه بالفعل يتنامى يعني هذا المرض اللي هو مرض السكري بين طلابنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مرض السكري من النوع الاول وايضا النوع الثاني بدا في التزايد في بين طلابنا اهم شيء طبعا هو تعتبر دوله قطر من الدول تحتل النسب العاليه بالاصابه بالنوع الاول من السكري فعنا النسبة الإصابة تعتبر من لكل مئة ألف هناك ثلاثة طالب مصاب بالسكري وأيضا النوع الثاني بسبب تزايد السمنة نسبة الإصابة بالسمنة بين الطلاب المدارس وبين الأطفال أصبحت هناك النسبة في تنامي طبعا النوع الاول يرجع الاصابه فيه الى ان لحد الان ان السبب الرئيسي غير معروف لكن يكون فجاه تتوقف البنكرياس اما فسر العلماء بسبب عدوى او التهاب قوي يصيب الطفل يؤدي الى ان الخلايا او كريات الدم البيضاء تتجه الى خلايا افراز الانسولين وتهدم هذه الخلايا او تاكلها ويصبح هناك لا يوجد مصدر للانسولين في داخل الجسم الطفل وطبعا هذه تكون اعراضها حاده وسريعه ويكتشف بسرعه، واهم اعراضها اللي هي اصابه بال طبعا استفراغ، عوار في البطن، الجفاف وكثره التبول، هذه اعراض أن الاصابه بالسكر بالنوع الاول بين الاطفال، فاي ام تلاحظ على طفلها كثره التبول مع العطش والشوكه الشوكه من الم في البطن او الاستفراغ يجب عليها التوجه لطوارئ السد او اقرب طوارئ مركز صحي لها. بالنسبة للنوع الثاني طبعا أعراضها تكون صامتة وخافتة نلاحظ أنه يجي مع وجود عامل وراثي بالإضافة إلى عامل السمنة ونلاحظ بين الأطفال هم 12 سنة 14 سنة ويعني في عنا أطفال يمكن عدد قليل جدا 10 سنوات أو 9 يمكن واحد أو اثنين طبعا هؤلاء الأطفال المصابين بالسكر يعالجون مؤسسة طبية الطبية فقط في قسم الاطفال والغدد الصماء بالسكري وهناك فريق متكامل للعلاج يتكون من الطبيب الغدد الصماء والسكري بالاضافه الى المثقف الصحي واخصائي التغذيه وهناك تعاون بين هذا القسم والجمعيه القطريه السكري وايضا مراكز الرعايه ومن باب اهتمام الدوله بالطلاب المصابين بالسكري اصدر سعاده الوزير الحمادي وزير التربيه والتعليم في ديسمبر 2014 كون لجنه متابعه الطلاب المصابين بالسكري تهتم بكل الامور حقوقهم من توفير الغذاء من مساعدتهم على المشاركه في الانشطه الرياضيه معاملتهم كاي طالب اخر نعم. وعدم حرمانهم من اي شيء. اكيد بما ان احنا نتكلم عن التغذيه فالتغذيه نوعا ما لها علاقه خلينا نقول بالجلديه دكتوره خلود فبما ان احنا في بدايه عام دراسي جديد شو الشيء المفروض يحرص عليه ولي الامر والمدرس او المدرسه موضوع انه ولدي شنو ياكل او بنتي شنو تاكل وعندها حساسيه من شنو؟ طبعا معظم الاهل في البدايه هم يكونون مسؤولين في كتابه او الاستبيان معلومات الطفل اللي تقعد في هي في ملف الطفل في المدرسه انه في في صفحه منها تكون ميديكال يعني صفحه طبيه يتم ملء الخانات اللي هي اي حاله طبيه عند الطفل يشكي من اي مرض يشكي من اي حساسيه يشكي من اي حساسيه اكل او حساسيه ادويه او حساسيه بيئه يعني اشياء ملامسه لها في البيئه فعادة يتم ملء الاستمارة هذه من الأهل طبعا إذا كان في نوع من الحساسيات يكون في أسئلة خاصة لنوع الحساسية وإيش المفروض أن المدرسة تعمل في هذه الحالة الإجراء المتبع في حال الصادفة بالضبط يعني مثلا لو كان في حساسية أدوية المفروض أن تبلغ المدرسة بمنع أن الطفل يتناول هذه الأدوية في المدرسة مثلا إذا تعب وراح عند الممرضة فهي المفروض إذا عنده حساسية مثلا من البنادول ممرضة تكون عارفة في الملف ما انه ممنوع انه يعطى البندول او ممنوع انه يعطى بروفين او ممنوع انه يعطى اي ادويه لمسكنات مثلا لو كان عنده حساسيه ادويه ونفس الشيء بالنسبه للاكل لو مثلا عنده حساسيه الخاصه مثلا مثلا بقوليات او حساسيه خاصه للفول السوداني مثلا وهذه معروفه جدا هي ممكن تكون خطيره جدا أنه ممكن يت... لو تعاطى الطفل حس... يعني أكل يتح... يتكون من فول السوداني وهذا ممكن يكون منتشر يعني زبدة الفول السوداني مثلا ممكن تكون من الأكل المنتشر في المدارس نعم. فممكن بعض الأطفال يصابون بحساسية شديدة جدا ت... تطلع على ضيق في التنفس تورم في شعيبات الهواء فممكن الطفل يعني يفقد القدرة على التنفس خلال دقيقة أو دقيقتين فلازم في هذه الحالة أن المدرسة تاخذ معلومات صحيحه من الاهل يعني يتم توعيه للاهل ان في حساسيات شديده لازم يبلغ عنها ويبلغ عن طريقه التعامل معها من طرف المدرسه لو باخذ من يعني كلام الدكتوره استاذه مريم يعني طريقه التعامل بس من ناحية الغذاء والحديث يعني مكمل لبعضها إلى أن يصل إلى الأستاذ مريم فمسألة أن أنا أراعي ذوق الطفل يعني في الغذاء وعلى هالاساس انا اقدم له التغذيه المناسبه كيف يعني تشوفينها وكيف تقومون بها انتم في البدايه يعني احنا قبل نتكلم من مفهوم الصحه احنا كامهات على الاغلب احنا نقوم بنفس الاجراءات يعني مثل ما تفضلت ممكن فول سوداني او الشوكولاته او فالام احيانا تبحث عن ما يحب الطفل وهذه الاشكاليه اللي نقع فيها كلنا يعني الطفل الاغلب يحب السكريات نعم. ج... اختياراتها كلها فيها سكر بالمقابل السكر يسبب امراض السكر يعني بشكل كبير وهو من اخطر الامراض اللي تؤدي الخطوره في السكر انه هو مو يضر نفسه فقط ولكن يضر جميع الاجهزه نعم. كل جزء في الجسم معرض انه هو يصاب بسبب هذا المرض تربطينا ايضا يرتبط بالسمنه، السمنه من اكبر المشاكل الموجوده في دوله قطر يمكن سبب نوعيه الغذاء اللي تناولونه ابناء نمط حياة. أكبر. نمط حياتنا قليل الحركه وهني تكمن الخطوره. كيف نبحث عن وجبه صحيه حصه كلام جميل وسهل بس فعليا العيال ما يستجيبون له بسرعه، حتى احنا الكبار يعني نلجا ان احنا ناكل نوعيه من الطعام اللذيذ بالنسبه لنا واللي غالبا قد يفتقر للجوانب الصحيه، الوجبه الصحيه يمكن احنا في مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه نعمل على عمليه التثقيف من خلال التواصل الاجتماعي من خلال الاعلام مشكورا سواء كان من قنواتكم الفضائيه من خلال الصحف والجرايد بحيث ان احنا ما هو المفترض في هذه العلبه. العلبه المفروض انها تشتمل طبعا الفواكه بشكل رئيسي وهذا يمكن ايضا من الاشياء نتكلم عن حقيبه الطعام حقيبه الطعام نعم, نعم. الوجبه الصحيه طبعا احنا بيكون معنا باذن الله فترات الجاية في زيارات للمدارس الكل متوجه انه يذهب للتوعيه في مكان الاطفال بحيث انهم يدركون ماذا عليهم ان يفعلوا باذن الله بيكون ايضا وفيكم مزيد من التفاصيل فيها <applause> فعليا تم الوجبه هذه ماذا تحتوي؟ يعني الطفل يحتاج النشويات، يحتاج مثلا يعني مثلا يكون في الخبز او الارز والمكرونه، يمكن احنا طبيعه ثقافتنا ما حد يودي مع الصبح إيش ولا مكرونه ولا هالكلام. ولكن يودون اندومي ما يودون مكرونه؟ اذا يودون <applause> فاذا احنا ممكن نستبدلها بديل صحي. صحيح. الاشياء اللي ممكن ايضا احنا نختارها كخيارات صحيه وهي في الحقيقه غير صحيه مثل مثلا العصائر اللي تحتوي على سكريات او مواد حافظه، فاحنا ايضا بشكل او اخر ممكن تاثر على امراض الجلديه او تاثر على امراض السكر وبالتالي أيضا بدون ما نشعر إحنا نراكم الأمراض في الطفل إذاً نوعية خيارات الأفضل شيء ممكن نسويه الطفل هو يعني حسب يعني إفادات أيضا لهم الاجهزه المعنيه عندنا بصحه الفم والاسنان يوجهون دائما ان الطفل افضل المشروبات بالنسبه له هي راح تكون الماء افضل مثل هذه البروشرات اللي قاعده نشوفها على الهواء استاذه نعم. مريم نعم بحشو بحشو جميله صحيح. نعم احنا نعزز الثقافه الصحيه لان كلنا هذا الطفل موجودين. لازم يقراها يعني نعم اكثر نعم احنا نعم. نعم. بعد مثل هذه الاشياء نسوي لهم فيها مثل برامج الاطفال ودفاتر التلوين يعني لازم نوصل للطفل بالطريقه اللي هو يقراها نعم, نعم. ايضا توزيعها في المدارس ايضا راح يتم توزيعها قريبا في طبعا المدارس. المدارس, دور كبير يعني استاذه منال صحيح. شنو مثلا دوركم في التوعيه في السكري بالذات مع المدارس هل لكم حملات معاهم تعاملوا مع الطفل بشكل مباشر في حملات يعني موجهه للاطفال بشكل عام الغير مصابين بالسكري وفي حملات موجهه للمصابين بالسكري لغير ايضا المصابين. لغير المصابين وللمصابين وايضا في حملات لتوعيه الكادر التعليمي مدرسات مشرفين المخاصف طبعا بالتعاون بين مؤسسة الطبية والجمعية القطرية للسكري والمجلس الأعلى للصحة وتكون هذه بشكل ثابت يعني وفي دورات مخصصة للممرضات المدارس بشكل عام بتوعيتهم بآخر المستجدات وفي علاج مرض السكري وكيفية الإسعافات الأولية المفترضة في حالة غيبوبة السكر سواء لارتفاع السكري أو غيبوبة انخفاض السكري فدائما في تواصل بيننا وبين الممرضات المدارس والكادر التعليمي في هذا الشان واحنا ايضا في اداره التثقيف في المركز الوطني للسكري نستقبل اي طلب من اي مدرسه في طلب تقديم ورشه عمل او عمل نشاط وخاصه في نوفمبر اللي هو الشهر اللي عاده يكون فيه الاحتفال باليوم العالمي للسكري تجينا كثير من الطلبات من المدارس بعمل ورش او تعاون بيننا وبينهم في تعزيز توعية الأهل وتوعية الطلاب بمرض السكر ومخاطرة طيب تفضل طيب تعلق على موضوع الاكل الصحي او النظام الغذائي الصحي طبعا انا انا اتصور ان الغذاء الصحي يبتدي من العادات الاسريه طبعا صحيح. يعني انا مثلا من بدايه الاطفال هم صغار يعني هذه الكلام سمعته من دكتوره كنت اتدرب معها وهي اخصائيه غدد صماء فسمعتها ايش قالت وفعلا انا نفذت طبقتها عندي في بيتي يعني تقول لي انا فتحت الثلاجه طلعت كل العصاير المسكره ما عاد اجيب حلويات البيت ما عاد اجيب الوايت بريد الخبز الابيض ما عاد اجيب كاربس كربوهيدرات اللي هو الرز والمكرونه والاي شيء اي شيء وايت طلعته من البيت ما عاد تجيب اي اكل انه هو في تحس انه في نظام يعني غير صحي فتقول تعودوا اولادي اول ما يفتحون الثلاجه ما يشوفون الا شيئين يا ماي يا حليب يعني فيشربون لبن وحليب وعطشانيه خلص بداوا يتعودوا يفتحون ثلاجة يشوفون ماي يشوفون اكل صحي يشوفون فواكه يشوفون سلطه يشوفون خضار فتعودوا تعودوا على الاكل احنا شلون الانسان كيف يتعود او يحب شيء معين اللي هو تعود عليه والله انا دكتوره صراحه بديت يعني في هذه الخطوه من فتره تذكرين. بس انا ما اقدر على بس انه بديت تقليل يعني على الاقل تقليل, دخلتهم حتى يعني ياخذون برنامج رياضي على اساس انه بالفعل بديت الاحظ ان عندي واحد شوي ارتفع يعني وزنه شوي زاد عن حده فيعني في قاعده احاول ان اتبع وكذي لكن يمكن اصفى يعني بس على عجالة. لانه يمكن ساعات صعب انه صعب ان انت تحكمين الطفل وهو يطلع وايد في يومه أيه. يعني صار مو مثل قبل الثلاجه بس هي اللي تتحكم في نوعيه اي اكيد مم. بس, بس يعني تعود لما كثيرة. يطلع يعني ايه بيشتري هو يعني بيشتري الشيء اللي تعود عليه خلاص تعود يعني انا مثلا هاي حتى انه هو خلاص الاكل اللي تعود عليه ياكله واقتنع اقتناع تام هو من نفسه تدرب على هالشيء واحنا مقتنعين ايضا ان حديثنا جدا شيء جدا يعني الواحد ما يبي يقاطعكم ولكن مضطرين ان ننهي الحين الحوار ويعطيكم العافيه ضيفاتنا الكريمات ما قصرتوا نشكركم على التواجد معنا الاستاذه منال، الدكتوره خلود، والاستاذه مريم، وابتدينكم وصلنا مشاهدينا لنهايه حلقتنا، اليوم تواصلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج الصباح رباح على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تشوفونها عشان طبعا سعدنا بالتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نلقاكم ان شاء الله باكر في يوم جديد وموضوعات متنوعه وحلقه جديده من الصباح رباح الله. <applause>